جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يشترط أن يكون الأبوان في حاجة أم يجب الاعتدال وبرهما قدر الإمكان؟ الحديث صحيح، والولد وماله لأبيه، لأن الولد من كسب الوالد، فللوالد أن يأخذ من مال ولده ويتملك منه ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد. أما ما كان يضر بالولد أو يحتاجه الولد فإنه لا يجوز للوالد أن يضايقه في ذلك.